اوكي طيب، اول شيء ارتاح الجلسه وانا سواليف حلوه. ليش؟ لانها عن اثنين قاعدين يسرقوا تقنيات بعض. الناس كذا تقول. خلنا بسم الله نبدا. الفيديو ترى صار عليه تحديث لانه ايضا انا في برشلونه حضرت مؤتمر الام دبليو سي اللي هواوي اعلنت فيه عن جهازهم الجديد الميت اكس. يبيكم تشوفوا الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. وتشوفوني في مراجعاتي او بالتحديد في المقارنات اللي اسويها كثير ما اتكلم على امكانيات موجوده في اجهزه افضل من امكانيات موجوده في اجهزه ثانيه. والمؤتمر الاخير اللي هنا حضرته كان يتكلم عن الجالكسي اس 10 والسلسله حقته، الفولد، السماعات، السوار الجديد حق الرياضه، وايضا الساعه اللي طلعتها سامسونج، ومجموعه اجهزه طلعت فيها سامسونج. النجم حق الحفل كان الفولد، الفولد اللي هو ينصفط. ولكن الجهاز الاساسي اللي اطلقته سامسونج في هذا المؤتمر هو الجالكسي اس 10، الجالكسي اس 10 بلس، وايضا الجالكسي اس 10 اي. الثلاث جوالات هذه لقت كثير من التهكم في بعض الأشياء اللي موجودة فيها، وأيضا لقت ناس أعجبوا فيها بشكل جدا كبير، بالذات مع التقنيات اللي طلعتها لأول مرة. الحين لو نجيب الخط الزمني حق الجوالات وإطلاق الجوالات، أكيد دائما نلاقي تقنيات قاعدة تأخذها شركة وتحطها شركة ثانية، هذه تأخذها وتحطها هنا ويتكلموا عليها بين بعض، هذا أخذ من هذا، هذا أخذ من هذا، صح؟ هذا الشيء اللي احنا نشوفه. وايضا لو تتذكروا الفيديو اللي سويت لكم اياه وبحط لكم اياه في وصف الحلقه اللي يبين مين بالضبط اللي يبتكر التقنيات، هل هي اجهزه او الشركات حقت الجوالات وينزلها وتنزل هذه التقنيات في جوالها، او اللي يبتكر التقنيه المحرك حق الجوال اللي نفس المعالج يعطيك امكانيات اضافيه انت تضيف على هذه الامكانيات وتبتكر منها اشياء كثيره. وابسطها لكم، لو اجيب احد المعالجات اللي موجوده من قبل سنتين، فمثلا لو تكلمت على كوالكوم سناب دراجون 835، ما حيقدر يعطيني ميزه العكس الشحن العكسي، ما حيقدر يعطيني امكانيات ال HDR 10 بلس في التسجيل، ما حيقدر، المعالج ما يقدر يحلل هذه الامكانيات. انا ما قاعد اقول ان الشركات ما تسوي شيء، لا لا لا، شركات تسوي وتتبنى الامكانيات الجديده اللي تعطيها المعالجات محركات حقت الجوال، ف يبدأوا يتبنوا فيها ويبدأوا يطوروا عليها. وأيضا نفس شركات الجوال تطلب من شركات المعالجات وش الشيء اللي هي تطمح لها في الجيل القادم من الجوالات، عشان نفس شركات المعالجات تطور من منظومة المعالج ونفس الأركيتكتشر الهندسة حقت المعالج وجي بي يو والأشياء دي كلها عشان يطلع شيء قوي. تمام؟ حلو، أمورنا تمام. الحين الجوالين اللي طلعوا آخر شيء هم الجالكسي S10 Plus سلسلة، وأيضا الميت 20 Pro. كل الاثنين استخدمهم، كل الاثنين استخدمهم ايضا. لو تشوف يعني اكيد عندكم بيكسل 3، موجود عندكم ايفون، موجود عندكم الاس 9 بلس، على اساس اني اقدر اسوي المقارنه بشكل صحيح من البدايه في المؤتمر. ابغى اركز على الاثنين هذول، الاثنين هذول ميت 20 برو وايضا الاس 10 بلس. حبيت اسوي الجوال هذا قبل ما اروح المطار على اساس انتقل لبرشلونه، تشوفوني هناك ان شاء الله بمؤتمر جديد. الحين اشياء طلع فيها نفس الجالكسي اس 10 ماخوذه من نفس الميت 20 برو. لو تكلمنا عن الشحن العكسي، هنا سموه مشاركة الشحن. تكلمنا على أشياء أخرى من ناحية البصمة في الشاشة اللي برضو أخذوها هنا وحطوها. نتكلم على أشياء أخرى والقائمة تطول في أشياء أخذوها أخذوها أخذوها. ولكن ليش ما قاعدين نتكلم أيضا على الأشياء اللي موجودة في قطاع الجوالات من قبل ما تأخذها نفس شركة هواوي من الميت 20 برو وتتبناها في جوالها لراحة المستخدمين، وأيضا قبل ما نتكلم على شيء جديد أو شيء معاد لما نقول عن اشياء جديده جد مع الجالكسي اس 10. وغريبه في المؤتمر ما تكلموا عليها بشكل كبير، يلمحوها ويمشوا، ولكن يمكن تكون عندنا في القطاع شيء جدا مؤثر. فاول حاجه لو تكلمت عن الدايناميك اموليد، هذه اول شاشه في العالم يكون فيها تقنيه الدايناميك اموليد. واذكركم انه سامسونج شركه تصنع تقنيات مو بس جوالات، عندهم معالجات تروح لابل، عندهم شاشات كثير من الشركات تاخذها حتى ابل، وعندهم منتجات كثيره. فهذه اول شاشه تطلع بتقنيه اسمها دايناميك اموليد. ايضا ال HDR 10 بلس اول مره، هذه اول شاشه في العالم فيها ال HDR 10 بلس ديسبلاي اون موبايل على جوال. دائما تجي شاشات كبيره بس اول مره تجي على جوال نفس الشاشه او النوع من هذه الشاشات. برضو ايش الشيء الاول؟ خلينا نشوف القائمه. يس، التراسونيك فينجر سكانر. بس ما اللي موجوده هنا، هذه اول نوع تكون التراسونيك. ايش الفرق بين التراسونيك وغيرها من البصمات اللي مدمجه في الشاشه؟ بغيت اجيب الجوال اللي هنا بس قلت لا خلاص مش عيده. الالتراسونيك المفروض، ويبغى لنا احنا نقارن ونشوف هذا الكلام صح ولا لا تقنيا،
انه لما تجي تسوي البصمه المفروض البصمه على طول بتقرا لك الاصابع امورك تمام بالزوايا كلها امورك تمام. وايضا يكون فيها انتي سبوفينج. انتي سبوفينج انه ما تقدر انت ترهم البصمه نفسها تاخذها بشطرطون اشياء وخرابيط اللي هو حركات يسواها. وايضا يسوي الاستنساخ. هذا شيء مهم لا ولكن اول جوال يجيبه فخير ان شاء الله. بس هذه التقنيه عن نفسي اوكي ما هي بشيء مره واو. ايضا اول مره في العالم وهذا شيء مره عجبني اول فيديو او اول جوال في العالم يكون في تقنيه الاتش دي ار بلس ريكوردينج حق الاتش دي ار 10 بلس تسجل تصور فيديو. لانه احنا دائما عندنا مشكله لما يجيب لك جوال ويقول لك هذا فيه تقنيه الاتش دي ار نقول طيب وين المحتوى حق اتش دي ار؟ لازم اشترك مع احد المشغلين المحتوى مزودين المحتوى نتفليكس ولا غيرهم امازون برايم امازون فيديو برايم علشان استفيد من هذه الشاشه. فالحين انت تصور الفيديوهات حقت الاتش دي ار الهاي دايناميك رينج 10 بلس وتستفيد منها في نفس الوقت في نفس الجوال. هذا شيء حسن شيء كويس انهم جابوها. فالحين هتقدر شركات اخرى تبدا تحط هذه التقنيه على الجوال. ايش الفرق انه انت لما تصور مشاهد تلاقي انه الغيوم تروح يطلع لك نور اكثر حيصير افضل وافضل درجات كثيره من فقط HDR. هذا HDR 10 بلس اللي صار ممكن تسوي فيديوهات دول بيكسل. لو تكلمت على الفرونت كاميرا دول بيكسل الكاميرا الاماميه اول مره تجي فيها تقنيه الدول بيكسل. دول بيكسل ساعدنا مع نفس الاجيال حقت سامسونج لما كانت تنزل اول لما تاخذ صوره بالكاميرا اللي ورا الدول بيكسل يساعد في ان الاوتو فوكس يكون افضل واحسن في كثير من النقاط. ايضا الكواليتي حقت الجوده حقت نفس الصوره تكون احسن. هذا شيء يمكن يفيد بعض الناس. برضو اول جوال في العالم فعليا يحمل تيرا بايت كسعه تخزينيه. سبق وسمعنا تيرا بايت مع نفس ابل لما نزلوا لنا الايباد الجديد بسعه تخزينيه تيرا بايت. هنا تيرا بايت وايضا تقدر تحط كرت ذاكره مايكرو اس دي الى 512. هذا شيء برضو حسن يمكن يفيد بعض الناس. السعر حقه مبالغ فيه ولكن اي شيء اول مره سعر يشطح وهذا شيء للاسف سلبي في مجال التقنيه ولكن تستفيد منه الشركات. وايش في بعد؟ يا الكاميرا الاماميه تصور 4K الترا هاي ديفينيشن يو اتش دي. الكاميرا الاماميه تصور فيديو في البلس فيها الترا اتش دي. هذا شيء كويس هذا شيء مره كويس. اساسا انت لما تاخذ السلفيات والفيديوهات اللي حتطلعها في الاي جي تي في وغيرها من المنصات حتستفيد منها بانه تقدر تقطعها براحتك وتطلعها فول اتش دي اذا حبيت او تستخدم الكواليتي العالي اللي بيطلع معك خاصه وانه عندنا امكانيات كويسه. وش في بعد؟ Adaptive Performance for Unity. يونيتي هذه نفس نتكلم على قطاع الألعاب ما قطاع الألعاب كثير من الألعاب تبنى على منصة اليونيتي. فهنا الأدابتيف Performance إنه الأداء الأفضل لمنصة اليونيتي حيكون موجود بتقنية اللي اسمها Adaptive Performance for Unity. هنا تبني نفس الإنجن حق يونيتي محرك يونيتي حيكون ممتاز. مين بتفيد؟ اللاعبين المهتمين في هذا المجال مثلا يلعبون فورتنايت وعلى يونيتي هي فهنا حيستفيدوا منها. حتى هنا جابوا لهم سكين جديد على فورتنايت. وأول شيء أول جوال في العالم أيضا يجيب الواي فاي 6. نعم واي فاي 6 نستفيد منه نحتاجه ما في. حتى في الديمو اريا شركة جت على اساس سيسكو كانت موجودة علشان توري تقنيات الواي فاي 6 والسرعات حقتها. فهنا اذا هذا الجوال جاب لنا اول 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 كثير من الاشياء وجاب لنا اشياء موجودة في مجال الجوالات. هنا اساس انه جاب هذه الاشياء اول نقول انه هذا اول جوال نزلت فيه هذه التقنية. بس بعدين نقول اوه نسخوها هذول نسخوها هذول. اما اذا قعدنا نشتغل على الحالة الله يعين يا رب العالمين حق ينقال هذول اول من جابوها. ولكن انه سامسونج تنسخ من هواوي وهواوي تنسخ من ابل وابل تنسخ منها لا هو مين يتبناها اولا كذا احس الوضع يكون احلى. فهو تبناها وعطاها للمستخدمين اولا واجتهد على الموضوع وجابها. اذا هو تبناها هو يمكن له الريادة في تبنيها. هو ابتكرها يمكن لو طلعت من استديوهاته او طلعت من نفس مراكز الابحاث حقته ساعتها هو اللي قدر يطور هذه التقنية ويجيبها. وايضا هذا الشيء ما حيصير الا اذا كان تعاون بين نفس شركات معالجات وشركات اخرى. هواوي تنتج معالجات الكيرن شيء قوي. ايضا سامسونج تنتج معالجاتها حقت الاكسنس شيء قوي. وهذا الشيء كله قاعد يفيدنا في مجال الجوالات. فحلو مره لما نلاقي الشركات تتبنى تقنيات وتبتكرها بشكل سريع. وحنشوف كيف الموضوع يصير. ولكن انه هذا الجوال الاخير ما جاب اول 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 لا جابها. جاب اشياء معاده؟ نعم جابها. جاب اشياء سبق واستخدمناها كثير وتعودنا عليها؟ نعم. جاب شال اشياء ما صرنا نستخدمها؟ نعم. فهنا نتكلم على الدائره التقنيه ودائره التطور في التقنيه. خلينا مستنسين ونحب كل التقنيات وتبنى بشكل جدا كبير. الحين لو انتقلت على الميت اكس اللي هو الجوال الجديد اللي طاعته هواوي السعر حقه وصل لحوالي 9500 ريال. نتكلم على تقنيات كثيرة هم ابتكروها وحطوها في الفصلات نفسها الهنج الأساسية اللي في نص الجوال اللي تخليه أصلا ينصفر.
بالنسبة لهم هذه التقنيات كفيلة برفع السعر إلى هذا الحد. وكمان الشيء المهم اللي لازم أذكره، بالنسبة لهم في أشياء كثيرة تبنوها في هذا الجهاز ما كانت موجودة في أجهزتهم من قبل، وأيضا في أشياء كانت موجودة وطوروها وضبطوها. إذن الموضوع تعاون صح؟ بين نفس الشركة اللي تصنع المعالجات وفي هالحالة هي نفسها هواوي، وأيضا نفس الشركة صاحبة الجوال وغيرها من الشركات الأخرى اللي عندهم تقنيات. دائرة تكتمل والدائرة تستمر في إنتاج الأشياء التقنية. ما في سرقات قد ما يكون في أفكار يطوروا عليها ويبنوها. أول واحد أنتج الجوال مين يا جماعة في العالم؟ فارقة معانا الحين مين هذا اللي أنتج الجوال؟ لأن وصلنا شيء مختلف تماما، والصدارة قاعدة تختلف بين الجوالات وترتيب نفس صناعها. أيضا لما نتكلم على حاجة كلنا قلناها الحين، تخيلوا هذه حلقة طلعت فيها في الأخبار، لما تتابعني تلاقيها في الأخبار على قناة أبتديت قناة التقنية في فيصل السيف تطلع لك منها، أنه لما تكلمت على التصميم المربع في الكاميرات الثلاثة الخلفية، هذا هو التصميم المتوقع تنزل فيه أبل في جوال الآيفون 11. إذا جابتها أبل بآيفون 11، من اللي أول واحد تبنى أسلوب هذا في التصميم حق الكاميرا الخلفية؟ أول واحد نزل ثلاث كاميرات بالشكل المربع هواوي. هواوي ضبطوها وجابوها مع نفس الميت 20 برو. فعليا شيء رهيب في عالم التقنية، الكم الكبير من التقنيات والتبني، وأيضا من سبق مين ومين حاول يعطي التقنية قبل غيره للناس. هذه التقنية مفيدة نستفيد منها نحتاجها كلنا، هذا الوقت يبين لنا، ولكن يظل المنافسة حلوة بين الشركات. الله يسرها رب العالمين. شو تفضله حبيت اقولها، انا قاعد الاقي كثير محتوى قاعد يطلع عن هذول سبقوا هذول في كذا، هذول سووا هذول في كذا. اوكي ممتاز سبقوهم بس ما اخذوا التقنيه منهم. ارجع في الخط الزمني، متى نزل الجوال حق شو اسمه اللهم صل وسلم على محمد الميت 20 برو؟ شهر 9 يا جماعه، من شهر 9 الى شهر 2. هل هذه الاربع اشهر تكفي انه بشكل كامل تقنية تطور وتأخذ وتجاوب وتنحط من الصين إلى كوريا في الجوالات وبشكل سري؟ ما أظن. أظن أنه هذه أشياء موجودة في الاندستري يفكروا فيها نفس شركات المعالجات، ويقعدوا يجتمعوا مع الشركات الأخرى، شركة هواوي، شركة أبل، شركة سامسونج، شركة HTC، شركة سوني. شوف نقدر نسوي الشيء ذا، نتعاون معاكم ونسويه، تحطوه في جوالكم القادم. مين يبي؟ أنت أول بتطلع، أنت أول بتطلع، والناس كلها قاعدة تستفيد، وشيء مرة حلو. فنهاية الفيديو خلينا راقين وقاعدين نشوف مين اللي بيطلع بالتقنيات الثورية اللي بتغير حياتنا، مو أول وأول ولا هذا أخذ من هذا. يا رب العالمين التوفيق لنا جميعا. بتوجه المطار، فالله يسرها رب العالمين. نهاية الحلقة كل حلقة أو الفضفضة كل فضفضة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.